مساء الخير جميعا. اولا انا بشكر معالي الوزير على تشريفه لنا هنا النهارده، وبشكر ساده سفراء الدول الاجنبيه، وبشكر زملائي من جميع الصحف سواء جوه مصر او من بره مصر. الحقيقه فكره المهرجان كلها كانت قايمه على حاجتين، كانت قايمه على الترويج السياحي للعالمين والاستثمار في العالمين. والنهارده بتشريف معالي الوزير الحقيقه يعني احنا حسينا، وبانه بيقول انه في 104 جنسيه جت السنه دي، فاحنا حسينا ان المواضيع ابتدت تؤتي ثمارها بالنسبه لنا. فشكرا لمعاليك، وان شاء الله المهرجان انا بوعدك ان كل سنه هيتطور عن الثانيه. احنا السنه اللي فاتت كنا شغالين بشكل معين، السنه دي شغالين بشكل مختلف، السنه الجايه ان شاء الله هنهتم اكتر كمان بان احنا يبقى عندنا انترناشونال ستار، يبقى عندنا السنه دي كان عندنا ستارز عرب كتير، السنه الجايه ان شاء الله هيبقى من اوروبا ومن امريكا كمان، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. شكرا على الوزير.